بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان الأسفار بين المحاسن والمساوئ لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. الحمد لله الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا وهيأ لنا جميعا من أمورنا رشدا. نحمد الله جل وعلا، نحمد الله جل وعلا الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، والله نسأل أن يجعل الجميع ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. دين الإسلام أكمل الأديان السماوية وأتمها وأكملها وأشملها، فما ترك باب خير إلا طرقه ورتب عليه الأجر، ولا من باب شر إلا حذره ورتب عليه الوزر. وربنا يقول عن هذا الدين العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو صالح لكل زمان ومكان، مهما اختلفت أزمنة الناس واختلفت أقطارهم واختلفت لهجاتهم، فدين الإسلام أحكامه ثابتة فطرية تناسب كل فئة من الناس. ومن كمال هذا الدين أن رفع الحرج عن أتباعه، فقد كانت الديانات السابقة فيها نوع من الحرج، وعلى أصحابها شيء من الآثار والأغلال لحكمة أرادها الله. أما أهل هذا الدين فقد رفع الله عنهم الحرج ووضع عنهم الآثار والأغلال التي كانت على من قبلهم. وبالمثال يتضح المقال: في الديانات السابقة كانت الصلاة لا تصلى إلا في بقعة معينة، أما في ديننا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في الديانات السابقة إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم فلا بد من قطع الثوب، أما في ديننا يغسل الثوب فتزول النجاسة وترجع الطهارة كما كانت. في الديانات السابقة إذا قتل أحد فليس هناك عفو وليس هناك أخذية، لا بد من القصاص. وفي بعض الديانات ليس هناك قصاص، إنما الدية. أما في ديننا فهناك الخيار: إما العفو وإما أن تأخذ بالقود، أي قتل القاتل. في الديانات السابقة كانت الغنائم إذا أخذت في الحرب جمعت في مكان واحد ثم تحرق، أما في ديننا فلا، الغنائم تقسم لها قسمة معلومة بحسب الراكب وحسب الراجل. أيضا من سماحة ديننا وشموليته أن جعل للنفس حقا، والنفس تصاب بالملل والكلل، ولهذا جعل الله لنا في ديننا فسحة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله، يروح عن نفسه وعن أهله، وفي ذلك تشريع لأمته. فقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها وأجرى الخيل بين مسجد بني زريق وبين الحيفاء والحفياء، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما روى البخاري في الأدب المفرد يتغاطسون في الماء، ويقول بعضهم لبعض: تعالى أباقيك لنعرف من أطول نفسا. كل هذا من الترويح الذي يسره الله وشرعه، ويؤجر العبد عليه إذا كانت نية العبد أن يتقوى على الطاعة. من أسباب الترويح التي اختلفت فيها المفاهيم وحدثت فيها أغاليط السفر. السفر ذكره الله جل وعلا في غير آية، قد ذكر أهل العلم عند قول الله جل وعلا: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قال القرطبي في كلام له: وفيه جواز أن يتنقل الإنسان من مكان إلى مكان باختلاف الفصول، طلبا للدفء في الشتاء وطلبا لبرودة الجو في الصيف. وأيضا في سورة سبأ: وقدرنا فيها السير
سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. كانوا يسافرون للتجارة لطلب الرزق، فكانوا يمسون في قرية ويصبحون في أخرى، حتى كان الفقراء لتقارب القرى يمشون خلفهم يخدمون التجار ويلتقطون ما تساقط من نعمهم. فكأن التجار تثاقلوا وجود هؤلاء الفقراء، فدعوا ربهم دعوة كانت سببا في تفريق شملهم، فقالوا ربنا باعد، وفي قراءة ربنا باعد، وفي قراءة ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. السفر مطية، إما إلى قربات وإما إلى خطيئات. وهنا وقفة، هذا السفر الذي فيه ترويح عن النفس قد جعل الله فيه من الرخص الشرعية ما لا يوجد في أمن غيره. هناك الجمع، جمع التقديم، وهناك جمع التأخير، وهناك قصر الرباعية، وهناك المسح أيام ثلاثة بلياليها، وهناك الفطر إن كان صائما، وهناك ثبوت أجر النوافل مع عدم فعلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر، لاحظ الحديث البخاري عن أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. يعني لو أن رجلا كان يحافظ على النوافل ثم أصابه مرض فعجز عن القيام بها، يقال أجرها يجري عليك، شريطة أن تكون محافظا عليها في حال الصحة. المسافر السنة السنتان، سنة تركية وسنة فعلية، فإذا ترك النافلة في السفر تسننا فإن أجره يجري عليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. أما أنواع السفر، ينقسم السفر يقول أهل العلم بحسب الأحكام التكليفية، والأحكام التكليفية خمسة: الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة. فتارة يكون السفر واجبا لا تبرأ الذمة إلا به، والقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحج لا بد منه، فرض لا تبرأ ذمة المكلف القادر إلا على الإتيان به، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن أركان الإسلام حج بيت الله الحرام، والاستطاعة كما قال الحسن البصري رحمه الله: الزاد والراحلة. بكل حال يجب أن يحج الإنسان إذا كان قادرا، وإذا كان الحج لا بد له من سفر كمن يعيش خارج مكة فلا بد أن يسافر، لأن العمل واجب، إذن فالوسيلة واجبة. مثل ذلك أيضا السفر في طلب العلم. سئل الإمام أحمد كما في كتاب الورع رواية المروزي، قال له رجل: يا أبا عبد الله، الرجل يطلب العلم ويمنعه أبواه. فقال رحمه الله تعالى: أما ما لا بد له منه فلا يطيع أبويه، وأما ما فضل فليطع والديه. شخص ما يعرف كيف يصلي في بلد نائي، ما يعرف كيف يقوم بالطهارة، عنده أمور عقدية فيها شرك، ما اتضح له التوحيد من عدمه، ولن يستطيع أن يعرف إلا بالسفر إلى أحد العلماء في بلد آخر، يقال لا بد أن تسافر. والفرض الكفائي قد يكون فرضا عينيا إذا كانت المصلحة لا تقوم إلا به. أيضا من السفر المستحب وقد يكون واجبا أحيانا صلة الرحم، صلة الرحم، وبخاصة إذا كان يلحقهم ضرر بعدم صلتك لهم. يهمنا ما ذكره الشيخ عبد الله في المقدمة عن المحاضرة، ما يقع من الأسفار أو ما يقع فيها من المحاسن والمساوئ. لتقريب الصورة يقال: ذكر بعض الفقهاء، أظنهم من فقهاء المالكية،
قال: إذا أراد السفر للحج ثم علم أنه تفوته صلاة جماعة باختياره فلا يحج، لأن هذا السفر سيترتب على الفعل المحرم تأخير صلاة عن وقتها. إذن إذا كان السفر للطاعة إذا ترتب عليه فعل أو حدوث معصية متحققة فإنه يحرم، فكيف بمن ملأ سفره مخالفات شرعية؟ السفر فيه قد يكون صاحبه مأجوراً مثاباً، وقد يكون صاحبه مأزوراً معاقباً، وبالمثال أيضاً يتضح المقال. يقول أهل العلم: العادات والعبادات الأصل فيهما سواء، ولا يفرق بينهما إلا بماذا؟ إلا بالنية. فلو أن رجلاً لما أذن الفجر أمسك قال: لن آكل ولن أشرب، وجاء رجل آخر وقال: أنا لن آكل ولن أشرب، فلما أذن المغرب أفطر أو شرب وأكل، فسألنا الأول: لماذا تركت الأكل والشرب؟ قال: أنا شعرت بتعب في الباطنية، ونصحني الطبيب في هذا اليوم ألا آكل لا وجبة الإفطار والغداء ولا بينهما، فأنا الآن أتطبب بترك الطعام والشراب فقط. قال: هذا قصدي من ألفه إلى يائه. إذن هذا الفعل هل يسمى من الصيام؟ لا يسمى صوما. أما الآخر قال: لا، أنا تركت الأكل والشرب لست جائعا ولست عطشانا فلم آكل ولم أشرب، ولكن لما أذن المغرب شعرت بشوق الأكل بجوع وعطش. يقال: أيضا فعلك هذا ليس عبادة. أما الثالث قال: أنا أمسكت عن المفطرات بنية الصيام في هذا اليوم. لاحظ الأعمال الثلاثة واحدة، لكن الذي فرق بينهما النية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات حصر. ولهذا قالوا هذا الحديث في الأعمال الباطنة، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا في الأعمال الظاهرة. فهذان الحديثان قد اشتملا على جميع أحكام الدين. أولا، من محاسن السفر أن ينوي الإنسان بسفره الترويح عن نفسه للتقوي على طاعة الله جل وعلا، لأن الإنسان مهما كان في التعبد وفي الصلاح تبقى النفوس تكل وتمل. ولهذا ذكر السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء أن الفاروق عمر رضي الله عنه كان يحدث الصحابة بالعلم، فإذا رأهم سئموا أو ملوا أخذ في أخبار الزرع والنخل والسيل من باب نشاط الهمة. ولهذا استحبوا في مجالس العلم إذا رأى الشيخ أو المحدث السآمة من الطلاب أن يلقي عليهم بعض الطرف للترويح عن أنفسهم. وكما في حديث الصحابي حنظلة الذي قال: يا رسول الله، إذا كنا عندك يعني ذكرنا الجنة والنار، وإذا رجعنا إلى أهلينا عافسنا الضيعات والأهل والزوجات. فقال عليه الصلاة والسلام: يعني يا حنظلة، لو أنكم تكونون عندي كما عند أهليكم لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. وقد ورد عن علي فيما ذكره النووي في بستان العارفين: روحوا القلوب فإن القلوب ملالة أو كلالة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. أيضا من محاسن السفر، طبعا السفر الجائز سيأتي بيانه، التفكر في خلق الله جل وعلا. وأن تمشي في الطريق في الطائرة أو في السيارة، يقول الله جل وعلا في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يقول الزركشي، يقول الأنصاري في كتاب فتح الرحمن: وقد أمرهم الله بالتفكر في هذه الأربع، لأن الرجل إذا خرج مسافرا السماء فوقه والأرض تحته والجبال يمنة ويسرة وهو قد امتطى أو ركب راحلته، فأمر بالتفكر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. والله جل وعلا قد أمرنا بالسير للعبرة
وليس للعبث. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة. العاقبة إن كانت صالحة نقتدي بها، وإن كانت سيئة نعتبر منها. ولهذا النبي عليه السلام لما سافر ومر على الحجر ديار ثمود أسرع المشي وتقنع، لأن الموطن موطن عذاب، موطن مهلكة. أيضا من محاسن السفر أن يدخل الإنسان السرور على أولاده لتربيتهم على الطاعة ولتحبيب الطاعة إليهم، لأن الوالد إذا قسى على أولاده في الغالب ما يستجيبون له، أما إذا روحهم في أمور شرعية لا تخرج عن إطار الشرع فإنهم يكونون مهيئين لتقبل النصح والتوجيه والإرشاد، وهذا مشاهد معلوم. أيضا من محاسن السفر الدعوة ونشر الخير. بعض الناس إذا سافر مبارك أينما كان في كل زمان في كل مكان مع أي إنسان على أي شأن. إذا سافر وليكن مثلا دخل مثلا منتزها، هؤلاء عائلة ما صلى رجالها صلوا، هؤلاء على منكر مناصحة، هذه كذا وهذه كذا، فيبدأ في إصلاح ما يستطيع، فيحدث الله بوجوده خيرا كثيرا ويدرأ الله بوجوده شرا كثيرا. ولهذا يلاحظ على بعض الموفقين أنه إذا سافر وعلم أنه موجود أنه يكون سببا في إقامة الصلاة إذا كان المكان يصلى فيه، ويكون سببا لمنع المنكرات إذا كان المكان فيه منكرات من غنى أو مشاكل. القصد أن يكون السفر بنية القربة والدعوة والإصلاح، وطالب العلم وصاحب الخير لا يفتر ولا يقل ولا يضعف. أيضا من محاسن السفر التعارف، قد تتعرف على أناس، هذا فقير فتكون سببا في تفريج كربته، وهذا مريض قد تكون سببا في قوة عزيمته، وهذا مقصر في طاعة قد تكون سببا في سلوكه إلى سبيل الطاعة. وقد حصل أحيانا يأتي الإنسان أو يسافر إلى مكان ما، فإذا قطر في ذلك المكان سمع أحاديث الناس، جاءنا فلان في العام الماضي فكان سفره إلينا سببا، جعله الله سببا في بناء مسجد، جعله الله سببا في إزالة منكر، جعله الله سببا في إقامة خير، وهلم جرى. والذي يقرأ في كتب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي ولغيره يجد أن العلماء ضربوا شرق الأرض وغربها ومع هذا أنتجوا وأصلح الله برحلاتهم الشيء الكثير. أيضا من محاسن السفر أن يكون الإنسان في سفره أن يسن سنة حسنة. إذا رجع الإنسان من السفر ثم أحدث الناس بما أجرى الله على يديه من باب شحذ الهمم وليس من باب السمعة والرياء، إذا ذهبت إلى بلد كذا فاحرص على كذا، هم يقبلون الصلاة يتقبلون الخير، إذا أتيت في مكان كذا فتحدث للناس عن كذا، هناك منكر، هناك غياب أمر عقدي، هناك بدعة قائمة، ذكر الناس حذر الناس. يعني أنت الآن سافرت إلى مكان ما ثم لما رجعت حدث من سيسافر إليها. ولهذا كان بعض أهل العلم إذا أراد أن يسافر إلى بلد قبل أن تطأ قدمه أرض تلك البلد يقرأ عنها، يحاول يسأل من بعض من وصل إليها. طبعا الآن الأمور قد أصبحت واضحة، لكن هناك في بعض يعني أماكن السفر التي يعني تحتاج إلى سؤال، تحتاج إلى بحث مع من ذهب إليها أو من كان مقيم هناك. ولهذا يفرح بعض أهل المصائف إذا جاءهم الزوار، يفرحون أن يكون بينهم طالب علم ينشر العلم الشرعي، يبين البدع وخطر البدع العقدية والسلوك وفي العبادات، يبين الأخطاء الشرعية، يفرحون أن يكون بين من قدم إليهم شيخ من الراسخين في العلم يفتح بابه وصدره للدروس العلمية. وهذا شيء ملاحظ ومشاهد، سفر مشايخنا إلى الطائف كبار العلماء ينفع الله بنفع عظيما، تعقد الدروس تقام الندوات والمحاضرات. في المقابل مساوئ السفر،
القاعدة العقلية البدهية أن عكس الشيء يكون ضدا له، فكما قالوا في الأصول الأمر بالشيء نهي عن ضده، فأنت مأمور بأن تبر الوالدين، إذن عكسها أو عكس الأمر يحرم عليك أن تعقهما. أنت مأمور بأن تخرج زكاة مالك، عدم إخراج الزكاة منهي عنه وهلم جرا. من مساوئ السفر، وهناك أمر أحب أن أنبه إليه، وهو أن عند بعض الناس تناقض في أمر الحج والسفر. بعض الناس قد يشيب رأسه وتشتعل لحيته شيبة، ويكون أولاده قد بلغوا مبلغا ولم يحج هو ولا هم. إذا سألته أو سألت أحد أولاده لما لم تحج، قال الحج تعب وزحام. هنا تلبيس إبليس، لكن لا مانع عنده أن يسافر أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا كاملا ويتلذذ بالسفر، بل قد يتمنى أن تمد الإجازة حتى يطيل المكث في السفر. الحج 4 أيام أو أقل بقليل المتعجل إذا ذهب متأخرا، ومع هذا يثقل الشيطان أمر الطاعة عليه. فتلاحظ بعض الناس يعني هداهم الله يعني تتعجب لا يحج، لما؟ قال حتى أتزوج، وهذا اللازم ليس بلازم. لا أحج حتى أتخرج، وهذا اللازم ليس بلازم، لأن الله جل وعلا جعل القيد الاستطاعة. إذن من التناقض ومن تلبيس إبليس أن يتأخر بعض الناس عن الحج سنة طويلة، مع أنه في كل سنة يسافر مرة أو مرتين وينفق آلاف الريالات. أيضا من مساوئ السفر الإسراف، الإسراف في الأموال، تنفق أموال في الأسفار دون عد أو حصر، وهذا في الحقيقة من عدم استشعار المسؤولية ومن ضعف الإيمان. هذا المال الذي أتاك بيسر لا يحصله غيرك إلا بمشقة وتعب، يبذخ في الكماليات وفي غيرها ويزعم أن هذا من الترويح والترفيه، لكن إذا جاء أمر الحج تقاعس وتثاقل. أيضا قتل الأوقات. أيها الأكارم، الوقت كما قال ابن هبيرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. وخير من قول ابن هبيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفنه، وعن شبابه فيما أبله. جلوسنا في هذا المسجد بعد صلاة المغرب ذهب الآن ربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة، لو اجتمع الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يردون 20 معشار الثانية. إذن ذهب من أعمالنا دقائق لن تعود، قربتنا من الموت وأبعدتنا من الحياة. إذن بعض الناس يقتل أوقاته ويهدر أوقاته وهو عنها مسؤول ومساءل، سيسأل عنها. تمر بين الأيام وتترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائر هذا المشيب المكدر. هذه الأعمار سنسأل عنها. وإذا رأيت بعض الناس، والله إنك تغبط بعض الناس وتتحرق وتعض صابع الندم على ما ذهب من أوقاتك. بعض الناس كما قال بعض الحكماء ينبغي أن يكون أبخل بما بوقته أكثر من البخيل بماله. المال يذهب ويعود، أما الوقت فذهاب بلا عودة. دعوني أمثل لكم مكرة الخياطة، المكرة هذه التي يلف عليها السلك. افرض أن هذه المكرة والسلك يخرج منها، هذه مكرة تدور، الذي يخرج يقبل الزيادة مستمر جريان، والباقي يقبل ماذا؟ يقبل النقصان. هذا عمره، هذا أجرك. كم بقي؟ 2 سنين 3 10، علمها عند ربي. لكن المقطوع به أن ما يخرج يزيد، وأن الذي هنا ينقص. هذا هو العمر، هذا هو الوقت. أيضا من مساوئ السفر تضيع الطاعات الواجبة. يظن بعض الناس إذا ذهب وسافر يؤخر الصلاة، لا يصلي مع الجماعة بدعوى ليس هناك رقيب عليه، وهذا من ضعف الإيمان.
بدل أن تكون نواة خير في مكان سفرك تكون نواة سوء، قدوة سوء، كن قدوة خير، كن خير آخر. فتعجب من بعض الناس، يعني لا ترى يصلي مع الناس ويضيع الصلاة، فإذا رجع كان أحرص الناس على الصلاة. هذا نعوذ بالله يخشى عليه، هذا التلون التغير هذا يخشى عليه. أيضا من مفاسد أو مساوئ الأسفار إفساد الأهل والعائلة. إذا رأوا والدهم لا يصلي، رأوا والدهم يعاشر أماكن فيها محرمات من غنى وما شاكله أو بدع كحضور موالد أو ما شاكلها، أو كالذهاب إلى سحرة أو كالذهاب إلى أماكن المنجمين، فالأولاد الصغار ببراءتهم أبوهم قدوتهم وهو معلمهم. ولهذا أيها الأكارم نحذر، سواء كنا من الآباء أو من الإخوان الكبار، الابن الصغير والأخ الصغير يتأثر من أبيه ومن أخيه الكبير، فالحذر. أحيانا يكذب الوالد أمام أولاده، يظن الكذبة هذه سهلة. أذكر مثال واحد، أحيانا يتصل أحد عليك بالهاتف أو يطرق الباب طارق، فيذهب ابنك الصغير فيفتح الباب أو يرفع سماعة الهاتف فيقول المتصل من؟ فيقول أبوك موجود، فيأتي الولد الصغير إليك ويقول، أو يأتي لأمه كذلك حتى الأم، فيقول يا والدي أو يا والدتي فلان أو فلان على الهاتف، فيقول له الوالدان إني غير موجود. تقول الأم والوالد أو الأب قل له إني غير موجودة، إني مسافر، إني في دورة المياه نائم. الولد يعرف أنك تكذب، لست نائما لا مسافرا لست في دورة المياه، فيرجع الولد بخطواته البريئة فيرفع السماعة ويقول والدي مسافر أو أمي نائمة، وهو يعلم أن سيقول غير الحقيقة. هذه تبني سوءا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يسلمانه، جاءت رواية الشاذة منكرة، لأن الأصل فيه الفطرة والتوحيد والإسلام، فما يأتي هذه الفطرة عرض وخلل، فلا تكن سببا في إفساد فطرة ولدك. أيضا من مساوئ الأسفار أن يكون صاحب السفر أو أن يسن سنة سيئة. تسأل بعض النساء أو يسأل بعض الأزواج يقول إن امرأتي ألحت علي بالسفر إلى الخارج، لأن امرأة فلان جارة لنا قالت ذهبوا ورأوا وشاهدوا، ذهبوا وشاهدوا وفعلوا وتركوا، فتبدأ المرأة أو الرجل تغرس في ذهن جارتها أو في ذهن جاره هذا الأمر. هذه سنة سيئة، من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ليوم القيامة. فينبغي أيها الأكارم أن نراعي هذه الأمور، وأن نعرف أننا ينبغي أن نستحضر أن المسلم يتعبد الله إما بأمور تعبد المحضة الصلاة ما شكلها، أو كما يسمونه الدعاء، مسألة دعاء عبادة. أنت في سفرك في عبادة، بشرط أن تنوي التقرب إلى الله بذهابك وإيابك وجلوسك وقيامك. وكما قلت لك سابقا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. بعض الناس مبروك، سبحان، كما قلت لكم ذهبت إلى بعض الأماكن سواء في الداخل أو الخارج، وأذكر أني ذهبت مرة إلى أفريقيا وبالتحديد إلى كينيا، ففي مدينة أظن أنها منباسة، هذه المدينة تقع على المحيط الهندي، وقد أعطاني بعض التجار مبلغا لأعطيه مركزا يكون سليما في معتقده ومنهجه، وهناك البدع وهناك المنكرات والخرافات وهناك دعاة البدع، القبور والأضرحة والمخذلين لأهل السنة. المهم أنني دخلت حديقة أو غابة لدورة المياه، فأخبرت أن هنا مدرسة تعلم العلوم وفيها دورة مياه نظيفة،
فطلبت من الحارس فتح المدرسة، مدرسة من خشب. فلما دخلت بين الفصول الدراسية وإذا بي أرى كتب التوحيد، الأصول الثلاثة، العقيدة الواسطية، فتح المجيد، وبعض كتب المعهد العلمية عندنا كشرح الزاد وتعليقات الزاد للشيخ صالح الفوزان. فقلت الحارس: من مدير المدرسة؟ قال: الشيخ محمد. قلت: ناده، اذهب ادعه لي. فإذا برجل تعلو السنة محياه، سلمت عليه طبعا، وبعد مكالمة معه طويلة ليتثبت، قال: أنا هنا منذ أن تخرجت من الجامعة الإسلامية، وأنا هنا أنفذ وصية الشيخ بن باز، فقد أوصاني الشيخ بن باز أن ألزم هذه البلدة وهي قريبة، عفوا بلدتي، وقد أخبرت الشيخ عبد العزيز بالبدع العقدية والمنكرات، فأمرني الشيخ أن لا أغادرها وأن أدعو فيها وألقي فيها دروسا وأنشئ مدرسة تعنى بالعقيدة قبل كل شيء. يقول: وأبشرك نفع الله بهذه المدرسة، وأقبل الشباب علي، وصلحت عقائد كثيرة، وبطلت منكرات عقدية كبيرة. واحد، شخص واحد، ما بالك إذا كان ثلاثة أربعة عشرة؟ قالوا: نكثر. قالوا: ما عند الله أكثر، كل ما كثر الخير للناس كلما أعطاهم الله أجر وفير. إذن يحرص الإنسان إذا عجز عن دعوة الناس الخير يوزع كتاب طيب، بشرط ليس كل كتاب يوزع أو كل شريط، لا، نحن طلبة علم، عندنا الأمور بمقياس علم ليس بمقياس عواطف. أحيانا تجد رجلا مسكين، يعني متشبث ببدع عقدية أو بفكر، فكر انحراف، فتأتي تقول: تعال هذا كتاب فتوى، هذا شريط، لعل الله يغير به مجرى حياته. وكم من إنسان تغير بنصيحة ناصح. ابن وهب فيما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم فضله قال: شكوت إلى مالك أمرا بشأن عيسى بن مريم في نفسي. فقال مالك بنظره الثاقب: قال ابن وهب؟ قلت: نعم. قال: أطلب العلم. قال: فطلبته فأذهب الله عني ما أهمني. والآخر أظنه إسماعيل تيمي يقول: أنقذني الله من البدع بمجلس واحد مع الشافعي، جاءهم زارهم الشافعي فغير مجرى حياتهم. إذن قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف ماذا؟ شيئا، نكرة تشمل أي شيء. وربنا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. المعروف يا أيها الأكارم لو كان يسيرا، ذكر محمد بن نصر في كتاب مختصر قيام في قيام الليل اختصار المقريزي أن هرم بن حيان كما أذكر أو عمرو بن ذر رحمه الله مر على فتية يقطعون الليل بالأسمار والأشعار، فقال: يا فتية، ما قولكم في قوم ارتحلوا ولم يكن معهم زاد، كيف يكون وصولهم؟ فتعجبوا، فقال أحدهم: والله ما عنا الشيخ إلا إيانا، نحن الآن سنرتحل، ما معنا زاد؟ فترك أصحابه ولزم عمرو فأصبح أعبد أهل زمانه. القصد أن يستشعر الإنسان أثره في أي مكان كان. بقي مسألة السفر إلى بلاد الكفر. الناس في هذا الأمر بين إفراط وتفريط، منهم من يمنع منعا باتا دون قيود ويغلق الباب إغلاقا كليا، وهذا ليس بصحيح، لأن بهذا يصادم أمور شرعية. ومنهم من فتح الباب على مصراعيه، وسبحان الله، المنهج العلمي إذا رأيت كما يقال ما نقول روح الشريعة ولكن أصول الشريعة، تجد أنه لا إفراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، المراد بالوسط العدل، والعدل يشمل كل خير. حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط. أما الحديث المشهور عند الناس: خير الأمور أوساطها، فقد ذكر العجلوني في كشف الخفا نقلا عن ابن حجر أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه السلام، وإنما هو من قول إبراهيم ابن أبي عيلة أو ابن أبي عبلة، شك من مني. السفر إلى بلاد الكفر، الأصل عدم الجواز، هذا هو الأصل، لكن جاءت النصوص كلام أهل العلم بقيود، إما لدعوتهم إلى الإسلام تدعوهم، أو تذهب هناك إلى أقليات إسلامية عندها بدع عقدية منهجية
خرافات أفكار انحراف تذهب لإصلاحهم بشريطة أن يغلب على الظن أن تأمن على نفسك من الفتنة. ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة عراك بن مالك أنه أخرج إلى جزيرة دهلك. هذه الجزيرة هي الآن أحد الجزر المتنازع عليها في البحر الأحمر بين الحبشة واليمن، وكان فيها في عهد الأمويين والعباسيين كانت منفى لقطاع الطرق والخمر ومشاكلها. فذهب عراك فأقام بينهم، فكانوا يدعون في صلاتهم الأمير أمير المؤمنين ويقولون جزاه الله عنا خيرا، بعث إلينا رجلا علمنا الله الخير على يده. شخص واحد الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى، يقول الأديب عبد الله بن خميس كلمة جميلة، يقول كنت في الشام، نقلها الشيخ عبد السلام رحمه الله، يقول كنت في الشام فرأيت الأضرحة ورأيت الطرقيين ورأيت أهل البدع، فإذا بي أسمع درسا في المسجد أتحلق حول الشيخ فاقتربت، فإذا بي أسمع التوحيد الصافي فاقتربت، فإذا الكتاب المقروء فتح المجيد. فقلت من الشيخ؟ قال الألباني. فانظر كيف رجل واحد الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله ماذا فعل في جنوب المملكة، أصلح الله به أمم من الناس، أصبح سفرها أعظم من الجهاد، لأن في الجهاد حق. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه، وأعظم الجهاد النفس أن تأطر على الحق وعلى دعوة الناس الخير. إذن إذا كان السفر لدعوة الناس مع الأمن على نفسك من عدم الخلل، أو كان السفر لعلاج لا يتوفر في بلاد المسلمين، ومع الأسف بعض المستشفيات في بلاد المسلمين تكون سبباً لسفر بعض الناس إلى الخارج، العلاج قد يكون غالي بخاصة الخاصة هذه، فيسافرون إلى بلاد أخرى من باب قلة الثمن. إما أن تكون يكون السفر لدعوة أو لعلاج أو لتجارة فيها مصلحة للمسلمين أو لمصلحة عامة للمسلمين. فالشاهد إذا خليت أو خل السفر إلى الخارج من هذه الأمور وما كان يدور في فلك المصلحة الشرعية بتقدير أهل العلم الذين يقدرون المصالح من المفاسد، وديننا مبني على جلب كل مصلحة ودرء كل مفسدة، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. لكن الآن أصبح الناس يتسابقون، وممن يتحمل نزر التبعة شركات الطيران التي تخرج هذه الدعايات المغرية بتذاكر مخفضة بحجز الفنادق مقدما، فيغتر الناس والله ما عملوها محبة، إنما عملوها محبة لجيوبنا. لما أتت النائحة أتوا بالنائحة إلى عمر وهي تبكي تشق ثوبها وتقطع شعرها، فضربها عمر بالدرة، الدرة بالكسر، يقال الدرة والدرة والدرة، الدرة درة اللبن والدرة صورة الذهب والدرة العصا الصغيرة، فضربها عمر بالدرة. فقالوا يا أمير المؤمنين إنها تبكي، فقال إنها تأمر بالجزع وقد نهى الله عنه، وتنهى عن الصبر وقد أمر الله به، والله ما تبكي على ميتكم ولكن تبكي على أخذ دراهمكم. كمن يسمي الآن السفر سياحة، أو يسمي الربا ماذا؟ فوائد، أو يسمي الخمر مشروبات روحية من باب التضليل، من باب التدليس والتلبيس، وهذا مكر. لكن ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فليعلم العبد منا أن سفره محسوب من عمره وأنه مسؤول ومساءل. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأشكر الشيخ عبد الله على حسن ظنه واستضافته، وفق الله جميع، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار، كما نسأل الله أن يحفظ أوقاتنا من اللغو والعبث، وأن يوفق حكامنا وحكام المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على رسول الله.
سمي شيخ. يقول ما رأي فضيلتكم في السفر إلى البلاد العربية التي يظهر فيها الفساد وبعض الشرك والبدع؟ يا أخي إلزم غرزك، إلزم غرزك، عندك في بلدك ما يكفيك، وكم من إنسان تساهل وتسمح فتوسع أهله في التبرج وأهدر أمواله، والإنسان يقدر المصلحة بقدرها، لكن اعلم أن وقتك محسوب عليك، ولا تتساهل بالسفر. تقول أنا بلاد عربية فيها مساجد، صحيح، لكن لا تأمن من تبرج وسفور، أخطر من ذلك أن يكون في البلاد بعض الفتن التي قد تكون سببا في التعلق بها. بالنسبة للسفر لشيخ الإسلام كلام مجمله أو مفاده، ليس في السنة ما يحد السفر، ليس في الكتاب ولا السنة ما يحد السفر الطويل من القصير، فكل ما سمي عند الناس سفر وسمي بالسفر أفطر فيه الصائم وقصر فيه المسافر. والنوافل في الصلاة أو غير المكتوبات على أقسام ثلاثة: أشياء تترك، وأشياء تفعل، وأشياء أنت مخير. تفعل سنة الفجر، صلاة الضحى، الوتر، ما سواها إن تترك بنية الترك. القسم الثالث: إذا قلت سأفعلها، سأصلي، صل لا حرج، لكن لتعلم أن السنة تنقسم إلى قسمين: سنة تركية تؤجر بتركها، فإن فعلتها فلا حرج إن شاء الله. نعم إن شاء الله. يقول أحسن الله إليكم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر الرجل لوحده، وهكذا الاثنان، وقال الثلاثة واحد، فهل ينتفي هذا النهي في الوقت الحاضر نظرا لوجود الأمن والرعاية في ذلك؟ الحديث أبي داود وغيره: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. الحديث فيه مقال لكن على تقدير صحته. يذكر بعض الشراح أن الأفضل أن يسافر ثلاثة، لكن النهي يتأكد إذا كان الطريق لم يسلك، أو كان الطريق مخوفا، فيه مصاعب، فيه قطاع طرق، فيه لصوص، فهنا ينهى عن السفر إلا أن يكون الجمع ثلاثة. يقول: عملي يتطلب مني السفر المستمر، ولي أيام متفاوتة قد تتجاوز 4 أيام، وافتاني بعض طلبة العلم بجواز الجمع والقصر حتى وإن تجاوز مكوثي في سفري أكثر من 4 أيام، أفتوني جزاكم الله خيرا. وأنا أزيد أيضا استشكال، وهو سؤال أكثر من مفتي. أحسنت. قضية فيه مسائل يا أخوان الخلاف فيها خلاف تنوع أفهام يتسعها النص، يعني قد يفهم هذا فهما يفهم هذا فهما، لكن أذكر أني سألت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مسألة في الطلاق اختلف فيها شيخان، فقال الشيخ عبد محمد رحمه الله: المستفتي بين المفتيين كالمريض بين الطبيبين، يأخذ من أوثقهما طبا. فبعض الناس يسأل زيد ثم عمرو ثم خالد ثم راشد من باب إيجاد الرخصة الشرعية، سل من ترى أن الذمة تبرأ بالسؤال، فإذا أفتاك فالحمد لله. أحسنت. يقول: إذا دخلت الجامع وقت صلاة الجمعة وكان الخطيب يخطب، فهل أصلي السنة الراتبة التي قبل الظهر 4 ركعات، أم أكتفي بتحية المسجد، علما بأنني حريص ولله الحمد على أدائها؟ لا، أنت مأمور بأن تصلي ركعتين، بل وتتجوز فيهما لورود النص النبوي، وليتجوز فيهما. وبعض الفقهاء يقول فجلس، لكن هذا القول مردود بحديث أن سليك الغطفاني رضي الله عنه دخل فجلس، قال: يا سليك، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصليهما. وبوب ابن حبان على هذا الحديث باب في أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس. بارك الله فيكم. يقول: هل لدعاء السفر أثر في حفظ المسافر وتوفيقه؟ أحسن السائل في سؤاله، وأحسن الشيخ عبدالله في اختياره. نعم نعم، كيف لا يكون ذلك؟ لكن أيها الأكارم، يقول شارح الطحاوية: الذكر كالسيف والسيف بضاربه. الأذكار حصن شرعي، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار
لكن المشكلة أن بعض الناس قد لا يقولها، أو إن قالها قالها مجرد ألفاظ اعتادها، لكن إذا قالها معتقدا مستشعرا محسن الظن بالله تلك الساعة يرى أثرها، إما برد بلاء أو بتحصيل خير. فإن أصيب في بدنه فليعلم أن هذه الإصابة لحكمة أرادها الله جل وعلا. بارك الله فيكم. السؤال الأخير، استشكل هذا السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في أثنائه لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، مع أنه يجب إفراد الله تعالى بالخوف. لا، الخوف أقسام، خوف طبيعي، خوف السر، أنت تخاف من العقرب، تخاف من الحية، تخاف من العدو، تخاف من السلاح، هذا ما في إشكال، هذا ولازم هنا المساواة، حاشا وكلا. لكن بطبيعة الإنسان أنه إذا سافر يخشى الله جل وعلا في السر والعلن، لكن يخشى الذئاب على غنمه، وليس معنى هذا أنه يساوي بالخوف المخلوق خوف الخالق، هذا نعوذ بالله الشرك. لكن بطبيعة الإنسان يقول أنا أخاف الله رب العالمين جل وعلا، وأخاف على مالي، ممن تخاف؟ أخاف من اللصوص. فليس هناك يعني إشكال، والسائل ثابه الله دقة في التعبير أحسن يعني إرادة الإشكال، لكن بحمد الله ليس هناك إشكال إذا عرفت أن الخوف ينقسم إلى خوف طبيعي كما يخاف الإنسان ممن توعده، أو يخاف من السبع، أو يخاف من السلاح، وأما الخوف المحذور والخوف القلبي يعتقد أنه يضره أو أنه يجلب نفعا أو يرد عنه يجلب له ضرا باختياره أو بنفسه دون أن يكون الله جل وعلا شأنه في ذلك. وإلا أنت الآن ترى الطفل الصغير إذا رأى العقرب يتبعها، ليس شجاعة لكن لجهله بأن هذا موطن موطن الخوف. أنا استأذنت من الشيخ عبد الله أني سأخرج قبل الصلاة لأن الموضوع الحمد لله قد سمعت عنه كثيرا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، ينفعنا بما علمنا، وأشكركم جميعا، وأشكر الشيخ عبد الله ومن كان السبب في المحاضرة، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. صالة عن نفسي ونيابة عن جماعة المسجد، نشكر لأصحاب الفضيلة المشايخ حضورهم وإفادتهم لنا، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يكتب لنا جميعا التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.